الثورة غيرت ولسه بتغير فيا لحد دلوقتي، مش عارف هستقر على ايه. يعني الثورة زي ما غيرت مصر غيرتني، يعني خلتني اكثر جرأة واكثر حرية واكثر شجاعة ان الواحد يخوض تجارب جديدة ويدور على نفسه بإنسان جديد. عمر أمان مواطن مصري شارك في الثورة وبيحلم بالتغيير ولسه مشارك في الثورة، في التغيير، الثورة المستمرة. انتمائي للإخوان جه منذ فترة المراهقة، يعني كان ممكن لطبيعتي المتدينة وكده، ويعني من الصلاة في المسجد وكده وحب الدين وكده، تعرفت أكتر على الإخوان. في نفس الوقت يعني كان ليه اهتمامات بالسياسة، يعني ممكن بحكم ممكن الأسرة أو كده، على طول يعني بنجيب جرايد معارضة، في نقاشات سياسية بين هنا وهناك، يعني فالواحد ليه اهتمامات بالسياسة وبتغيير الوضع. تأثير والدي علي بالنسبة، هو كان يعتبر قومي ناصري يعني، أو انتمائه أكثر يعني لعبد الناصر، خصوصا نشأ في الفترة دي. تأثير ممكن أكثر في فكرة إن البيت نظره مسيس، إن فيه اهتمام بالسياسة وبالقضايا العامة. إن مثلا لما حصلت حرب الخليج كان في موقف مثلا مننا معارض، إزاي الأمريكان نجيب الأمريكان عندنا لبلاد الخليج وما إلى ذلك. موقف طبعا من القضية الفلسطينية كان يعني البيت عندنا واضح جدا الموقف ده، يعني رافض أساسا اتفاقية السلام، يعني في النقاشات عموما سواء والدي أو والدتي أو كده، يعني هو رافضين اللي عملوا السادات. وفي نفس الوقت برضو كان واحد بيسمع للإخوان، يعني من أقارب لي برضو بالإخوان وكده، إن هو يعني ناس متدينين تدين معتدل، وفي نفس الوقت معارضين للنظام وبيعانوا كتير في سبيل هذه المعارضة، عانوا ولا زالوا بيعانوا ولا ذلك. فواحد تحس إنه التمس يعني الصدق في الطريق ده، إن هو يعني ده اللي ممكن حيوصل للتغيير المأمول على منهج معين. هي عقيدة الإخوان المسلمين بالنسبة هو الدين، يعني هو بيؤمنوا يعني موضوع شمولية الإسلام، إن هو الدين مش مجرد يعني شعائر أو عبادات فقط، لأنه هو منهج حياة، بيحاطط منهج، فهو بذلك متداخل، يعني بيضع أطر متداخل مثلا في النظام الاجتماعي، بيضع أطر معينة النظام الاجتماعي، بيحط قواعد معينة للسياسة وبيحدد ضوابط الأخلاق وما إلى ذلك. فبالتالي ليه دور في الدولة، يعني ما هي الدولة، يعني تعريف الدولة ما هي الدولة، يعني بتنظم ممكن العلاقة بين المجتمع والأفراد ومؤسسة الدولة ما إلى ذلك. طبعا هو دي الرؤية العامة، لكن بتفصيلاتها الواحد يعني مع نضوج الفكر بعد كده ما حسيتش تفصيلات، يعني في شعارات عامة، بس هل ما هي الرؤية الواضحة بتفصيلاتها فعلا للدولة الإسلامية إيه هي بالضبط؟ الموضوع مش واضح. في شباب، يعني كان في شباب داخل الإخوان بيحاولوا يعملوا مبادرات إصلاحية من أجل تطوير فكر، يعني تطوير فكر الجماعة وتحديد رؤى واضحة وانفتاح على المجتمع، بدل ما هو يبقى تنظيم مغلق، يعني انفتح أكثر على المجتمع وكده. يعني القضايا المعيشية اللي بتمس الناس والقضايا اللي لها علاقة بالإصلاحات الداخلية أو كده، يدوبك تحرك، يعني الإخوان اتحركوا فيها في 2005 قبل الانتخابات، وبعد كده ما تحركوش فيها قوي، يعني حتى إضراب 6 إبريل ما شاركوش فيه، يعني كان رغم ان كانت ساعتها في ضغوطات ان الناس تشارك فيه. اضرب 6 ابريل 2008 كان في ضغوطات ان الناس ان الجماعه تشارك فيه، وده يعني فرصه كويسه للتصعيد على النظام، بس يعني قياده الجماعه كانت متحفظه بشكل كبير ان هي تخش في اي مواجهه مع النظام. يعني كنت شايف لا، لازم يبقى في مواجهه ولازم يبقى في حل ثوري، وبالشكل ده مش هنوصل لحل، يعني بس تقتنع بالثوره اكتر. يعني ففي 2009 يعني قررت ان اترك يعني الجماعه بصراحه، يعني حتى قررت بدري، يعني ساعتها الاصدقاء اللي عرفهم مؤمنين بنفس الافكار كانوا يعني كان بيقولوا ممكن لو مشيت مش هتعمل حاجه، طب يعني خلي جوه واصلح وكده، طب في كيان ايه كيان تاني هتشتغل فيه. بس انا كنت يعني انا في فكره كده، يعني ما دام انا مش مقتنع بالكيان ده اكمل فيه ليه. اللي عمل الثورة يعني وكان طلعت الثورة وخد الخطوة الجريئة دي هم الشباب فعلا ككل، يعني حتى يعني اغلب قيادات الكيانات السياسية
يوم 25 يناير قالت ايه يعني كان في اللي مش هيشارك وقال طب احنا مش هنشارك بس هنسيب حريه للشباب يتحرك. الشباب مثلا يعني حتى مثلا من جماعه الاخوان وكده اغلبهم فعلا اللي اعرفهم او كلهم نزلوا من نفسهم وتحركوا يوم 25 يناير. كان الميدان اغلبه شباب وطول 18 يوم كان باين قوي ان قيادات الميدان وان اللي بيقود الحركه هو الشباب الموجود، والشباب ده قدر على رغم اختلافه وتنوعه انه يقدر يعمل حاله من التكامل والتناغم والتجانس وانه يقدر يحقق حاجه. يوم 11 فبراير يوم التنحي، يوم تنحي مبارك، كنت قصاد مبنى ماسبيرو. لحظه التنحي تحديدا هي كانت بعد اذان المغرب بشويه، فانا كنت نزلت يعني صليت المغرب. هو مبنى ماسبيرو على النيل، مبنى التلفزيون على النيل، ففي زي كده مرسى لركوب المراكب وكده. ف كان يعني شفناه مكان رايق كده يعني مجموعه نزلت تصلي فيه، فنزلت اصلي المغرب. يا دوبك خلصت الصلاه من هنا وواحد كان معاه راديو يعني في كلام ان في بيان مهم هيتقال، ف يا دوبك يعني عمر سليمان هو بيقول يعني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تنحيه عن الحكم. هو مجرد كلمه تنحيه عن الحكم لقيت واحد جنبي ماسكني حضنني وبينط بيا. يعني هو انفعال الناس كان يعني هو اللي خدني يعني. بس يعني المظاهر هناك يعني طلعت كانت فرحه عارمه يعني ملهاش حل. الواحد طلع اساسا يعني من يعني مثلا من ضمن المشاهد اللي فاكرها اليوم ده، انا طلعت بقى على الشارع قلت اروح الميدان بقى احتفل مع الناس في وسط الزحمه. لقيت واحد كده يعني بموتوسيكل مشغل كده موسيقى شعبي، اغنيه شعبي قوي يعني، وناس بيلفوا حواليه وبيسقفوا يعني، وكان احد اللي بيلفوا حواليه بيسقفوا يعني واحد يعني بجلابيه وبدقن قد كده، ويعني هو كان يعني مع ناس تانيين بيرقص يعني زي بيرقص او يعني محتفل ومبتهج بالاغنيه بالقرار ده. كان مشهد غريب جدا ان هو يعني هذا الشخص بمنتهى الوقار بالشكل ده، والمفروض يعني بالنسبه له يعني الموسيقى دي حرام وكده، بس هو يعني من جنون المشهد ومن جنون اللحظه كان خلاص يعني. نقاط الاستفهام التي أضعها على حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين هي فكرة يعني تحديد مصلحة الوطن ومصلحة الجماعة. مشكلة بقى في الجيل القديم اللي هو يعني فشل إنه يعمل اللي إحنا عملناه، للأسف مش شايف إن هو ده يعني هو يعني مش يعني الجيل اللي كان سبب في المشكلة قبل كده مش هو هيكون الحل يعني. فهو أنا شايف إن الجيل القديم بصراحة يعني قد يكون قاسي عليه يعني، بس الجيل القديم يعني رغم احترامي ليه مش هيقدر يبني، ومحدش هيبني غير الشباب. بحلم بمصر تبقى ميدان التحرير، يعني ميدان التحرير ده يبقى مصر كلها، الناس سلوكياتها وأخلاقها كويسة، الناس سلوكياتها وأخلاقها عالية جدا، فاحنا عشان بلدها تبقى احسن يا جماعه كل واحد ينكر ذاته وينكر تنظيمه وينكر كيانه ويبص للصالح العام وصالح البلد، ونعيش ونتجانس مع بعض، وفي نفس الوقت نقدر اختلافات بعض. يعني مثلا كنا في ميدان التحرير وقت الصلاه ما شاء الله الناس كلها تصلي، وفي نفس الوقت لو حد بعد كده لو في اغاني شغاله اللي عايز بيغني يغني، ولو بيقوم ليل بيقوم ليل. ف والدنيا ماشيه كانت ماشيه عادي. وكان يعني كان في من ضمن المشاهد الناس كانت بتحكيها كان يعني احيانا يبقى مثلا واحده مسيحيه بتطلق الميه لواحد مسلم يتوضا عشان يصلي وكده. ف كده المجتمع يعيش كده، ساعتها هنقدر نبني دوله بجد يعني، كده هنقدر بقى نتقدم ونبتدي نبني. ده الاساس يعني، ده المصر اللي احنا بيها يعني.